التي تتحدث حول دوار بمساحة لا تتجاوز 3000 متر مربع، مشروع الصيانة منطقات المفرق وتربط أجزاء مختلفة. ربما هذا المشروع الذي سنتحدث عنه بالتأكيد كان محط آمال الكثير، إلا أنه محدود المساحة والإمكانيات. المدخل الجنوبي لمحافظة طول كرم يعاني وضعا بنيويا صعبا، والمشروع القادم مجرد دوار بمساحة لا تتجاوز 3000 متر مربع. مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع وماهيته وما الأماكن التي سيشملها مع المهندس رامي مرعي، مدير المشاريع في شركة العزام للمقاولات. صباح الخير باشمهندس رامي. صباح الخير لك وفاء، لجميع السادة المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني بداية حدثنا أكثر عن مشروع من المفترض أن تبدأوا العمل به إن لم تكونوا قد بدأتم على وجه الحقيقة، ولكن المدخل الجنوبي يعاني وضعا بنيويا صعبا بصراحة. هل هذا المشروع الذي ستحدثنا عنه بداية سيكون كافيا لحل الأزمة البنيوية، الأزمة التأهيلية، الأزمة المرورية وأزمات كثيرة في هذه المنطقة؟ نعم صحيح. في البداية احنا المشروع اللي رسي علينا هو صيانة الطرق في محافظة طول كرم. المشروع ممول من وزارة المالية إشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان، راح يكون تنفيذ شركة العزام. طبعا أمر المباشرة احنا أخذنا يوم الأحد تاريخ 9/2/2020. حاليا احنا بنقوم بأعمال المخططات والأعمال المساحية وتجهيز الموقع وإعداد الوثائق حتى نتمكن من البدء بالعمل. هسه بخصوص المشروع، مشروع هو اسمه مشروع صياني زي ما حكينا، بعدة مواقع بمحافظة طول كرم. الجزء الأساسي والجزء الأهم والحصة الأكبر اللي هي عبارة عن إنشاء دوار على مفترق فرعون وجزر وأرصفة للمشاة. تمام. هسه بخصوص الأزمة اللي حكيتي فيها، الدوار ما راح يحل أزمة إشي أكيد. الأزمة بتنحل في حال واحد اللي هو ينشغل شارع فرعون التكملي من مفترق كفا أو الشوبكي حتى مفترق فرعون على عرض الشارع الكامل اللي هو عرض 20 متر. طبعا هذا الشارع بنعرف كلنا بده بنية تحتية، بده تأسيس، بده شبكة تصريف مياه أمطار. في الوقت الحالي ما بتتوفر إمكانية أو موازنة من قبل الوزارة. المرصود هو 437 ألف شيكل حسب ما رسي العقد على شركة العزام. طب يعني حتى نستفسر أكثر باشمهندس رامي، يعني هذا المشروع هو بتمويل من وزارة الأشغال من بدايته وحتى نهايته الذي ستعملون به بالتأكيد دوار فرعون بمساحة 3000 متر مربع؟ صحيح، هو تمويل وزارة المالية. هذا مشروع صياني سنوي بيرتصد لجميع المديريات في الضفة الغربية. حصة طول كرم كانت 400 ألف، رسي العطاء في 437 ألف، وأخذت الأمور شهرين حتى يتم اعتماد فرقية المنحة على موازنة 2020. وحاليا احنا أخذنا أمر المباشرة زي ما حكيت لك بيوم الأحد في 9/2، فإحنا في مرحلة حاليا من إعداد المخططات على أساس نبلش بموضوع الدوار وأعمال ثانية في مواقع مختلفة من المحافظة. نعم، يعني إذا هذا هو التوضيح، لأنه البعض استفسر وكانت الفكرة لربما مغلوطة بالنسبة للمواطنين أنه سيتم العمل بمشروع لحل مشكلة المدخل الجنوبي، إلا أن هذا المشروع كما نوه ووضح المهندس رامي مرعي أنه مشروع لمنطقة محدودة لأمتار محدودة، وبالإضافة إلى أنه لن يكون حلا جذريا لمشكلة هذا الشارع. إذا كل التوفيق والعمل إن شاء الله بسهولة دون أي معيقات أو عراقيل للمهندس رامي مرعي، مدير المشاريع في شركة العزام للمقاولات. أشكرك جزيل الشكر على هذا التوضيح، شكرا جزيلا لك، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم. ونذكر أن شارع فرعون، هذا الشارع الذي نشاهد لقطات الآن عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد، شارع غير مؤهل، بنيته صعبة ركيكة جدا كما تشاهدون، مزيد أو الكثير من الحفر، كثير من بصراحة الاهتزازات والارتجاجات خلال عملية القيادة، ربما أيضا إضافة إلى
تشققات في هذا الشارع، بالإضافة إلى تعديات على حرمة الشارع على جانبي الشارع. يعني السؤال هون بصراحة، مين أعطى أحقية لهدول الناس يتعدوا على حرمة الشارع، ومين اللي لحد الآن ساكت عليهم ومش قايم بإزالة هذه التعديات؟ لأمتى إحنا بدنا نضل خاضعين وساكتين بخصوص الكثير من التجاوزات اللي بتصير هون وهون، مش بس بشارع فرعون، بشوارع كثيرة في محافظة طول كرم في تعديات وفي تجاوزات. اليوم وبكرة كان المفروض يكون في حملة، بدناش نسميها حملة لأنه البعض بحبش مصطلح حملة، مش عارف شو ما بدكم سموها، اطلقوا عليها زي ما بدكم، عربي إنجليزي شو بكل المسميات. كان المفروض أن يتم عملية تنظيم وإزالة التعديات على الأرصفة اللي لحد الآن لليوم وبكرة بنشوف، مش بس على الأرصفة كمان على الشوارع. الشارع هذا أكل يعني، بل لم يصل حد الأكل والالتهام، بل بصراحة يكاد نخسر هذا الشارع بشكل كامل متكامل، إلا أنه هذا لا يعني أبدا وبتاتا أن يتم السكوت على وضع هذا الشارع. نأمل من الحكومة أن يكون لديها تحرك سريع، وزارة الأشغال، الحكم المحلي، البلدية، طبعا هذا خارج حدود البلدية، كمان مرة رجعنا على هذا خارج حدود البلدية من ناحية طبعا التقسيمات الجغرافية، احنا بنقول التصنيفات حسب المناطق والتوزيعات، التقسيم منطقة ألف ب جيم طبعا وفقا للتقسيمات الحدودية، هذا خارج حدود نطاق البلدية الخدماتية. لما بنيجي بنحكي هو مسؤولية الأشغال والحكم المحلي، وبالفعل أكثر وأكثر الأشغال. لما بنيجي نحكي فيش ميزانية أو فيش عطاء أو خلينا نقول إيش يرصد لهذا الشارع لحتى يتم العمل فيه، وهكذا بنضل نلف وندور نلف وندور وبنعرفش وين بالضبط اللكمة بدها تروح. إجمالا صباح الخير وصباح صوت المواطن اللي يرفع من خلال ممثلي هذه المحافظة. بنكمل معكم في مشوارنا الصباح.